السلام عليكم، معكم أيوب روحال، مزداد مدينة أزمور، سنة 1995، شهر 8، نهار 6. الفكرة ديال الكليب كانت شوية بعيدة، غراسا مون فخير علي ألادان، تا هو من لي زارتيست الكبار ديالنا، ناس قرصيف، هو اللي عطاني ليدي باش زعما تكون شي حاجة محطوطة في لاشين وتكون بروفيسيونيل. شكون اللي عاوني؟ عاونوني ناس بزاف، واخا كتلقى ناس بزاف كيبغيو يردوك شويه اللور، ما كانوا الناس هما اللي عاونوني، هما اللي وقفوا معايا. تصور مدينه ازمور ومدينه جديده والغابه عاوتاني والبحر ديال ازمور. ازمور بالمناسبه انها مدينه عريقه، وعمرني انا بعدا كنكون كنقدم شي حاجه، لعبت في كوره لعبت، ولكن باش تكون شي حاجه اللي غتبان وغيشوفوها الناس غيسولوا على ديك البلاصه فين هي الدار الكبيره في ازمور في الواد، الضفاف ديال نهر ام الربيع، وان شاء الله داكشي يعجب الناس والناس فرحانين بداكشي. المانكا اختارها نعمان هو اللي تكلف التصوير ديال الفيديو كليب، هو خليت ليه هو ليدي باش هو يشوف. هو في الاول صيفطوا ليا بنات، ولكن مني جات هذيك البنيه ايشا حتى هي مقبوله الحمد لله. كان ستريس وشي راك عارف لي زيدي كيكونوا بزاف، وكاين اللي ما يقدروا ما يتقبلوهمش، ما الحمد لله داكشي جا زوين الحمد لله. بعدا مني الجو كان زوين، واخا كان شويه ديال لافاتيك، وزعما تكون خدام في الليل والصباح تجي عاوتاني تصور الصباح وتبقى معطل في الليل باش تصور، هذاك الشيء كان شويه متعب. كبروميير ايتاب الحمد لله ضروري، مهما كاين بروميير ترافاي كيكون هكا، دونك حتى اللي جايين غيكونوا ان شاء الله باحترافيه اكثر ويكونوا زوين. كنشكر جميع الناس وكنشكر الطاقم ديال الاشواق، وان شاء الله يعرف مدينة أزمور والمغرب كامل، وإن شاء الله الأغنية تعرف. إن شاء الله ضروري نبينوا شي حوايج اللي ما بيناوش أزمور، ولكن ندوروا نشوفوا الوقت. المغرب كله زوين الحمد لله، بلادنا فيها ما يتشاف. كنبغي نشكرهم، وإن شاء الله كنوعدهم باللي جايين مزيد، وكنشكر مدينة أزمور ومدينة جديدة اللي الناس وقفوا معنا واخا هكاك في التصوير، لا الطاقم ديال الدار الكبيرة يوسف حدفي، لا في الفيلا الزرقاء ديال خويا إحسان، ان شاء الله جاي الخير. كنشكرهم بزاف. خلا مرابط اللي جا بسم الله. وكنبغي نقول واحد الكلمه كانت قالتها حتى الفنانه الكبيره ديالنا زينه الداوديه، والله ما شعلتي شمعت خوك لا شعلت شمعتك. ميرسي. لاشين كانت عندي قديمه، ولكن باش غادي تعرف داكشي وحنا عارفين داكشي ديال اليوتيوب راه ما ساهلش، خليني من داكشي ما ساهل الصراحة. حنا كنا كنحطو دي فيديو اللي كيكونوا غير مصورين باغ تيليفون سيلفي هكا، ما باش تصور شي حاجة اللي تكون مزيانة، عرف باللي زعما الناس تعجبهم ولاشين غتزاد إن شاء الله. والوالدة راه هي كلشي، الوالدة للوالد، والله يخليهم لينا والله يطول لينا في عمرهم، راه حنا برضاتهم فاش كنوصلوا لهادشي. غير الوالدة، الوالدة وريتو الوالد داكشي، من بعد صيفطو الخالي. سي مون اونكل دونك راه عزيز عليا، ومكان من الناس اللي وقفوا معايا ووقفوا معايا زعما ديال بصح. خايف تبان الحقيقة يكون فات الفوت، وبس فيدني مظلوم بعد ما حبنا يموت. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.